السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقه جديده وموضوع جديد بعنوان خبراء الكتابه اليدويه وقدرات سميث وانجيل مرقس السري احتوى في عدد نوفمبر وديسمبر لعام 2009 ميلاديا من مجلة مراجعة آثار الكتاب المقدس على مجموعة مختارة من المقالات المخصصة لإنجيل مرقس السري كتب تشارلز هيدريك مقدمة حول الموضوع كما كتب أيضا كل من هيرشيل شناكس وهيلموت كويستر مقالات تدعم صحة الرسالة بينما رفض ثلاث علماء خبراء في التزييف المشاركة، مما دفع شانكس للحديث عن التزييف بنفسه. كتب هيلموت كويستر أن مورتون سميث لم يكن باحث نقدي جيد، وأن قدرته لا تمكنه من تزييف نص بالمعايير النقدية، يعد صيغة مثالية قديمة لقصة إحياء لعازار التي جاءت في الإصحاح 11 من إنجيل يوحنا. وفي سنه 1963 ميلاديا تحديدا التقى كويستر وسميث لعده ساعات كل يوم لمده اسبوع لمناقشه انجيل مرقس السري ادرك خلالها كويستر ان سميث عانى حقا لكي يفهم النص ويفسر الخط المكتوب وكتب كويستر من الواضح ان المزور لن يكون لديه المشاكل التي واجهها مورتون أو أن مورتون سميث ممثل بارع وأما أحمق أو هو أحمق تماما في أواخر سنة 2009 ميلاديا كلفت مجلة مراجعة آثار الكتاب المقدس خبيرين يونانيين في الكتابة اليدوية لتقديم ما إذا كانت الكتابة اليدوية في رسالة إكليم مكتوبة بخط يوناني أصلي يرجع للقرن الثامن عشر وما إذا كان بمقدور مورتون سميث كتابتها ووضع تحت تصرفهم مساحات ضوئية للصور ذات تقنية عالية وعالية الدقة لمسح رسالة كليمندياس ونماذج معروفة من كتابات مورتون سميث الإنجليزية واليونانية وذلك منذ سنة 1951 ميلاديا إلى سنة 1984 ميلاديا لاحظت فينيشيا أنستروبولو خبيرة الوثائق اليونانية وجود ثلاث كتابات مختلفة تماما، وقالت بحسب رأيها أن رسالة إكليمندياس كتبت بمهارة وبحرية وعفوية وحس فني على يد كاتب خبير يمكنه التعبير عن أفكاره بشكل فعال، وكذلك وصفت كتابات سميث بالإنجليزية أنها تلقائية وغير مقيدة وبإيقاع جيد جدا. بينما كانت كتابات سميث باليونانية مثل تلك التي يكتبها طالب مدرسة غير متآلف مع الكتابة اليونانية وغير قادر على استخدامها بطلاقة وبسهولة ولخصت أنستورو بولو رأيها المنهي المهني عفوا حول مورتون سميث أنه لا يمكنه أن ينتج خطا كخط رسالة إكليميندياس كما أوضحت أيضا خلافا لرأي كارلسون أن الرسالة لا تحتوي على علامات تدل على التزوير مثل افتقادها لتقلبات طبيعية تجعلها تبدو كما لو كانت مرسومة أو أنها ذات خط رديء وأنه عندما يكون نصا كبيرا كحالة رسالة إكليمنديس متسقا طوال الوقت يكون لدينا انطباع أولي حول أصليتها ومع ذلك كان رأي أغامانون تيسيليكاس عالم الكتابات القديمة اليوناني المتميز والمتخصص في تحديد زمن كتابة النصوص ولاي مدرسة في الكتابة ينتمي النص ان الرسالة مزورة لاحظ تيسيليكاس بعض الاحرف غريبة الشكل تماما وغير المنتظمة وعلى النقيض من حكم أنستاس بولو اعتقد بان بعض الاسطر غير مستمرة وان يد الكتاب لم تكن تتحرك بشكل تلقائي ويد الكاتب عفوا لن لم تكن تتحرك بشكل تلقائي، وقال أيضاً أن الخط اليدوي للرسالة هو تقليد للخط اليوناني في القرن الثامن عشر الميلادي، وأن المزور على الأرجح إما سميث أو شخص يعمل لدى سميث، افترض تسيليكاس أن سميث كنموذج للكتابة اليدوية ربما استخدم أربعة رسائل من القرن الثامن عشر الميلادي من دير تيماتون الذي زاره سنة 1951 ميلادياً. ورغم ذلك أوضح الآن بانتوك أن سميث لم يحصل أبدًا على صور لهذه الرسائل، وبالتالي ليس بإمكانه استخدامها كنموذج. وبما أنه وفقًا لاستنتاج أناستاسي ريبولو، الرسالة كتبها كاتب مدرب بمهارة تفوق قدرة سميث، يقول أيضًا مايكل كوك: كان لا بد لنظرية المؤامرة أن تتوسع لتشمل شريكًا مدربًا على الكتابة اليدوية اليونانية في القرن الثامن عشر، وبعد أن قام بمسح أوراق مراسلات سميث المحفوظة، خلص الآن بانتوك إلى آه خلص الان بانتوك الى استنتاج مفاده ان سميث لم يكن بمقدوره تزوير الرساله لان لغته اليونانيه لم تكن جيده بما يكفي لتاليف رساله لها فكر واسلوب اكليم دياس وانه كان ايضا يفتقر للمهارات اللازمه لتقليد كتابه يونانيه صعبه ترجع للقرن الثامن عشر الميلادي ويقول أيضًا روي كوتوسونسكي الذي عمل مع سميث على الترجمة من اليونانية أنه على الرغم من أن يونانية سميث كانت جيدة جدًا إلا أنه لم يكن عالم مخطوطات أو عالم لغوي حقيقي وفقا لكوتوناسكي ليكوتو... بالتأكيد لم يكن بمقدور سميث أن يكتب الخط اليوناني الخاص بمخطوط دير مارسابا ولا نصها نحويا وكتب قائلا أنه قليلون من يستطيعون فعل ذلك وأنها إن كانت الرسالة مزورة لكانت واحدة من أعظم الأعمال العلمية في القرن العشرين وفق رأي بارت إيرمان وزعم سكوت براون وايكهارد رأوا أن تفسير سميث للاقتباس الأطول من إنجيل مرقس السري لا يتوافق مع محتوى الاقتباس ويعتقد رو أنه إن كان سميث حقا قد زور الرسالة كان عليه أن يجعله اكثر ملائمة لنظرياته الخاصة ويعتقد مايكل كوك أن نقطة ضعف فريضة التزوير هي أن سميث لم تكن لديه المهارات اللازمة لتزوير الرسالة. هكذا انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون أفادتكم ونالت إعجابكم على أمل أن نلقاكم قريبًا في حلقة جديدة وموضوع جديد شيق ومهم ومفيد وممتع بإذن الله تعالى.